موجات من الذعر تجتاح العالم بعد مقالة رأي نشرها أحد الأطباء يحذر فيها من تفشي إنفلونزا قاتلة ومدمرة بسبب ظهور سلالات جديدة من الفيروس. المقال الذي لقي انتشارا كبيرا في الأوساط العلمية وحتى بين العامة استدعى حادثة وقعت في عام 1928 وفتكت ب 33 مليون شخص في أقل من عام. مقالة رأي في صحيفة بريطانية أرسلت موجات من الذعر في العالم. المقالة كتبها الدكتور جوناثان كويك رئيس ما يعرف بمجلس الصحة العالمي ومقره الولايات المتحدة، وحذر فيها مما وصفه كابوسا في فيلم كوارث جراء انتشار سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا. وتفصل المقالة كيف يمكن لمثل هكذا فيروس أن يتطور، فازدياد احتياج البشر للغذاء دفعهم للإكثار من إنشاء مزارع المواشي أو الدواجن، وهذه الأماكن تقدم بيئة خصبة لتطور الفيروسات وانتشارها. الخطر الأبرز بحسب أطباء هو ظهور سلالات جديدة من المرض أكثر شراسة من السلالات المعروفة حالياً. ففيروس إنفلونزا الطيور H5N1 معروف بشراسته، حيث قد يقتل نصف المصابين به، لكنه لا ينتشر بصورة سريعة. أما فيروس إنفلونزا الخنازير أو H1N1 فسريع الانتشار، لكنه لا يتسبب في نسبة وفيات مرتفعة. ونشوء سلالة جديدة تجمع بين الشراسة وسرعة الانتشار من شأنها أن تتسبب في وباء مخيف، وباء يذكر بحسب الدكتور كويك بوباء الإنفلونزا الإسبانية الذي قتل الملايين عام 1918، حيث قد يقتل الفيروس الجديد 33 مليون شخص في أقل من عام. معنا عبر سكايب من مدينة بريسبن الأسترالية دكتور حسام مأمون زواوي، أستاذ الميكروبات الطبية والمساعد بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. مرحبا بك معنا دكتور حسام في نشرة المساء. يعني مقالة طبية أرسلت موجات ذعر في العالم، هل ما عبر عنه كاتب المقالة دكتور جوناثان واقعي أم فرضية صعبة الحدوث؟ في البداية أحب أوضح أنه المقال ليس مقال طبي، هو مقال شعبوي نشر في الديلي ميل. المقال ناقش فيه الدكتور جوناثان كويك فرضية مبنية على أسس علمية، ألا وهي احتمالية حدوث وباء كبير تسببه الإنفلونزا. أحب أوضح للمشاهدين الكرام أنه فيروس الإنفلونزا هو فيروس شديد الانتشار، بناء على ماثماتيكال موديلينج معروف في شيء اسمه الار نوت. الار نوت حقه عالي جدا، معناته له القدره انه يسبب انتشار وعدوى كبيره بين اشخاص في مختلف العالم. ولكن في سلالات ايضا من الانفلونزا ليست عندها المقدره على سرعه الانتشار، وفي نفس الوقت ما هي بنفس الضراوه. معروف تقريبا سنويا فيروس الانفلونزا بشكل عام يسبب وفيات بشكل كبير، تقريبا احتمالي التقديرات السنويه تقول ما بين 300 الى 600 الف حاله سنويا. بس دكتور مأمون، بس للمشاهد، بعد هذه التحذيرات التي اطلقها الدكتور جوناثان في هذه المقاله، هل يجب على الجميع ان يقلق انه يخاف ام لا؟ يعني هذه التحذيرات تحذيرات عاديه ليست جديده. هي تحذيرات افتراضيه. الان يعني ما الحاله اللي وصفها الدكتور جوناثان في المقال ليست حاله بنعيشها اليوم، فهي تحذيرات. والمقال فعلا هو المقال كان تحذيري، واعتقد انه لغه المقال ادت الغرض المطلوب منه، ولكن هي لغه كانت صحيفه. طيب دكتور حسام، طالما مجرد تحذيرات، يعني ما المطلوب الان من منظمات طبيه وصحيه ربما لعدم الوصول الى هذه الحاله الوبائيه؟ المطلوب هو استمرارية القيام بالأبحاث، الترصد والاستقصاء الوبائي المستمر اللي تقوم به مراكز الأبحاث ومنظمة الصحة العالمية بشكل دوري. نحن كأفراد مهم جدا نحافظ على التطعيمات اللي بتوفرها لنا منظمات الصحة ووزارات الصحة في مختلف دول العالم. أيضا مهم جدا نكون ممارسين للهايجين أو الطرق اللي تحد من انتشار الانفلونزا، مثلا نسميها الاتيكيت اوف كوفينج. بدل ما الواحد يكح ويعطس في يده بيعطس في الداخل، الكوع من الداخل.
بحيث انه يحد من انتشار المرض، غسيل اليدين بشكل دوري بحيث انه يحد من انتشار المرض، عدم الذهاب بس ما في اي سبب للقلق يا دكتور بعد هذه المقاله، ما في اي سبب. ما في اي سبب، ولكن هو افترض فرضيه علميه. جيد، فرضيات على كل، بس لنطمن المشاهدين فقط على كل من مدينه بريسبن. جيد، الاستراليه الدكتور حسام مأمون زواوي. دكتور انتهى الوقت، الاستاذ المساعد بجامعه الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحيه، شكرا جزيلا لك.